بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، عندما تموت تأكد أن الدنيا لن تحزن عليك، وحركة العالم ستستمر، وظيفتك يأخذها غيرك، وأموالك ستذهب للورثة، وأنت ستحاسب عليها. أول ما يسقط عنك عند موتك هو اسمك. أول ما يسقط عنك عند موتك هو اسمك. لذلك سيقولون: أين الجثة؟ وعندما يريدون الصلاة عليك سيقولون: احضروا الجنازة. وعندما يشرعون بدفنك سيقولون: قربوا الميت، ولن يذكروا اسمك. لذلك لا يغرك مالك ونسبك أو منصبك وأولادك. فما أتبه هذه الدنيا، وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. فيا أخي، فيا أيها الحي، الآن أعلم أن الحزن عليك سيكون على 3 أنواع. الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون: مسكين، الله يرحمه. أصدقاؤك سيحزنون ساعة أو يوم، ثم يعودون إلى حديثهم بل وضحكهم. الحزن العميق في البيت، سيحزن أهلك أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين، أو حتى سنة، وبعدها يضعونك في أرشيف الذكريات. انتهت قصتك بين الناس، وبدأت قصتك الحقيقية وهي الآخرة. لقد زال عنك الجمال والمال والصحة والولد، فارقت الدور والقصور والزوج، ولم يبقى معك إلا عملك. والسؤال هنا: ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل. لذلك احرص على الفرائض، النوافل، صدقة السر، عمل صالح، صلاة الليل، حسن الخلق. وذكر: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا يختار الميت الصدقة لو رجع للدنيا؟ كما قال تعالى: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ولم يقل لأصلي أو لأصوم أو أحج أو أحج أو أعتمر. قال العلماء: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته. فاكثروا من الصدقة، وجزاكم الله خيراً.